السفر هل الاعتبار بالعرف أم الاعتبار بالمسافة؟ لا كل السفر هو الاعتبار مو بالقصر. السفر. هل المعتبر بالسفر العرف أو المسافة؟ أما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى أن المعتبر العرف، فما سماه الناس سفرا فهو سفر، والسفر هو الذي يشد الرحلة إليه ويحمل الطعام والشراب ويودع شيئا. وأما أكثر العلماء فيقول إنه مقدر بالمسافة. وبناء على ذلك أضرب لك مثلا بعنيف وبريد، المسافة اللي بينهما دون المسافة التي حددها من يرى المسافة، لأن الذين حددوا المسافة جعلوها 81 كيلو كسر. بريدة ما تأتي 81، لا تبلغ 81 عن عنيزة. فعلى رأي من يرى أن السفر الذي يقصر فيه هو ما بلغ المسافة، يقول من سافر من عنيزة إلى بريدة فلا يقصر. وأما من يرى أنه أن السفر ما اعتبره الناس سفرا، فيقول من ذهب إلى بريدة من عنيزة ليؤدي عمله الحكومي في الضحى ويرجع إلى أهله يتغدى، فهذا لا يعد سفرا. لكن لو ذهب إلى أقاربه هناك ويريد أن يبقى عندهم يومين أو ثلاثة فإنه يعد سفرا. هذا هو اختيار شيخ الإسلام، ولا شك أن اختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث النظر، لأن الله أطلق قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسق صلى ركعتين، وهذه أقل من المسافة التي حددها من يحدد. فهو من حيث النظر أعني قول الشيخ الإسلام هو الصحيح، لكنه غير منضبط في الواقع، يعني يبقى الناس محيار. أما إذا حددت قلت من سافر 81 كيلو و 300 متر فهو مسافر، اتضح الأمر، صار الناس ما عندهم شك. فهو من حيث التحديد أو يكون أضبط للناس، لكن من حيث النظر لا شك أن ما يسمى سفرا فهو سفر، وما لا يسمى سفرا فليس سفرا. فيرجع نعم هنا وشون يعني سافر مثلا إلى بلد مسافة قصر ما يخالف. هو إذا سافر مسافة قصر وجلس في بلد هذه فهو مسافر، لو يبقى 4 سنوات ما دام لم ينوي الإقامة المطلقة فهو مسافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، ولم يحدد للأمة مدة معينة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون إلى الثغور التي هي حدود الأراضي الإسلامية، ويبقى الإنسان سنة أو سنتين قاضيا فيها ويقصر. وابن عمر رضي الله عنه حبسه الثلج في أذربيجان 6 أشهر وهو يقصر الصلاة. نعم لا عفوا لا جواب يعني من الطرف. لا ما في التعقيب.